أستاذ معز، لو بس تفتح المايك. أيوة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. بادئ ذي بدء، لابد حقيقة من أتوجه بالشكر الجزيل إلى برنامج صحبتي التابع لإدارة التثقيف الصحي، وهي مبادرة كريمة متقدمة حقيقة من قبل المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والتغذوي لدى الناشئة، والتدخل المبكر من خلال تغيير السلوكيات والأنماط والثقافة والمعرفة فيما يتعلق بالتغذية وعلاقتها بمختلف الجوانب الصحية، ومنها ما يتعلق بالأمراض المزمنة. وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا للأستاذة ميرا على جهدها الكبير ومتابعتها الحثيثة طيلة الأيام الماضية خلال الإعداد لهذا البرنامج المتميز. الحديث حقيقة عن التغذية والأمراض المزمنة هو حديث هام جدا، نظرا لخطورة الأمراض المزمنة وارتباطها المباشر بالحالة الصحية. بداية لابد من التعريف بالأمراض المزمنة، فهناك نوعان من الأمراض، هناك الأمراض المزمنة وهناك الأمراض الحادة، وهناك نوع آخر لا يتعلق بالشدة والمدة بل يتعلق بطبيعة وطريقة انتقال المرض، وهي الأمراض السارية أو الأمراض المعدية. الأمراض المزمنة لعلها من أخطر هذه الأنواع على الإطلاق إذا ما قرنت بغيرها من الأمراض، والسبب في ذلك لطبيعة هذه الأمراض ومضاعفاتها وأثارها على المدى المتوسط والبعيد. الأمراض المزمنة هي بتعريفها أمراض تدوم لفترة طويلة وتبقى مع الإنسان لفترة زمنية طويلة قد تمتد إلى نهاية حياة الإنسان، وبنفس الوقت هي أمراض بطيئة في التطور وتأخذ وقتا طويلا في حتى يعني تحصل وتتطور بشكلها النهائي عند الإنسان. وهي تميز عن غيرها من الأمراض كما ذكرت، مثل الأمراض السارية أو المعدية التي من اسمها أنها أمراض معدية، أي تنتقل بالعدوى كما نحن نعيش الآن في ظل جائحة كوفيد-19، فهي أمراض غير سارية وغير معدية. وهذا مهم أيضا في تغيير نظرتنا لبعض الأمراض المعدية مثلا كالسرطان، أمراض المزمنة عفوا كالسرطان، حيث كان لفترة طويلة كان هناك اعتقاد سائد لدى كثيرين أن مرض السرطان مرض معدي، بالتالي هذا كان ينعكس سلبيا على طريقة التعامل مع مرض السرطان والنظر إليهم بشكل سلبي جدا. إذن هي أمراض غير سارية غير معدية. هذه الأمراض حقيقة أمراض المزمنة تعد من أكبر التحديات التي تواجه النظم الصحية في على مستوى الدول على مستوى العالمي بشكل أجمع، والسبب في ذلك هو ما يترتب على مثل هذه الأمراض من مخاطر وأبعاد صحية واجتماعية واقتصادية كثيرة. هذه الأمراض تمثل تهديدا حقيقيا لكل دولة ولكل مجتمع وللعالم بأسره، ذلك أنها تعيق من برامج التنمية وبرامج التطور في مستوى الدول، لما لها من أثر سلبي على الحالة النفسية والحالة الفسيولوجية وعلى أداء الإنسان وقدرته على التفاعل والقيام بالواجبات والأنشطة الحياتية اليومية. ما يعني أن العجلة الاقتصادية وعجلة التنمية الاجتماعية والمعرفية كلها سوف تتأثر سلبا نتيجة لوجود مثل هذه الأمراض المزمنة. وخطورة هذه الأمراض أيضا تكمن أن لها أبعادا وتكاليفها على الدولة وعلى المجتمع، بعضها مرئي مباشر وبعضها غير مباشر. هناك تكاليف وأعباء مباشرة من خلال الكلفة العالية للرعاية الصحية الشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، فرعاية مرضى السكري والسرطان معروف أنها من أكثر أنواع الرعاية المكلفة والتي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في كل عام. هذه الأمراض لو أنه تم الوقاية منها والحد من انتشارها، فإنه من ثم يمكن توظيف هذه الموارد الاقتصادية الكبيرة والأموال الضخمة التي تصرف عليها، يمكن توظيفها في التنمية البشرية وفي التعليم وفي الارتقاء بجوانب الحياة المختلفة. وكما ذكرت هناك أبعاد غير مباشرة
تظهر على المصابين بهذه الأمراض، تتمثل بضعف الإنتاجية وقلة الفاعلية وعدم القدرة على الأداء والفعل سواء الاقتصادي أو المعرفي، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع بشكل عام. ومن هنا جاءت أهمية حقيقة معالجة هذه الأمراض، ولا يقل أهمية بل قد يكون هو الأكثر أهمية، الوقاية من هذه الأمراض، باعتبار أن الوقاية هي السبيل الأمثل للحد من انتشارها وزيادة عددها في بين أفراد المجتمع، باعتبار أن الوقاية مهما كانت مكلفة إلا أنها على المدى البعيد سوف تكون أقل كلفة من تكاليف المعالجة والرعاية بعد الإصابة. بالتالي جاءت هنا أهمية التفكير في النظر إلى العوامل السلوكية والحياتية، ومن أهمها العوامل التغذوية التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض، وأهمية زيادة الوعي والمعرفة تجاه عوامل الاختطار أو الخطورة لهذه الأمراض سعيا نحو تقليلها والحد من الإصابة بها. كما ذكرنا إذن هي أمراض ترتبط إلى حد بعيد بالأنماط الحياتية والسلوكية والتغذية الغذوية غير الصحية. طبعا هناك لا شك هناك عامل وراثي، والعامل الوراثي حاضر دائما في جميع الأمراض المزمنة، فالأمراض المزمنة هي نتاج تفاعل ما بين العوامل الوراثية والجينية والعوامل البيئية الحياتية المحيطة المتمثلة بأنماط الحياة والسلوكيات الحياتية مثل الرياضة والنوم والتدخين ومعقرة الخمر والتغذوية مثل تناول الأطعمة غير الصحية والاعتماد على الحمية أو النمط الغذائي الغربي أو الغذاء غير الصحي. كلها هذه العوامل مجتمعة، العوامل البيولوجية والوراثية والعوامل السلوكية الحياتية، كلها تتفاعل مع بعضها البعض بحيث تنتهي إلى الإصابة بهذه الأمراض المزمنة. أمثل عليها سريعا هي أمراض القلب والشرايين، ومنها السكتة الدماغية وأمراض السكري بنوعه الأول بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى الأكثر تأثرا بنمط الحياة هو النوع الثاني، لكن كلاهما أيضا يتأثر إلى حد بعيد بالنمط الغذائي، وارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض التنفسية المزمنة. خطورة هذه الأمراض تكمن أنها تمثل ما نسبته حوالي 70% من مجمل الوفيات على مستوى العالم. فمضاعفات هذه الأمراض، هذا ما ذكرناه في البداية، أن خطورة أمراض مزمنة في مضاعفاتها المستقبلية بأنها في كثير منها إذا لم تتم رعايتها بشكل جيد من خلال الرعاية الطبية والرعاية الصحية ومن خلال الرعاية التغذوية، فإنها تتفاقم إلى الحد الذي قد تنجم عنه الوفاة وانتهاء الحياة. وبالتالي هذا يضع أهمية كبيرة حقيقة نحو معالجة ووقاية المجتمعات من خطر هذه الأمراض. الأمر الآخر أنه لاحظت دراسات أن قرابة الثلث من الذين قضوا نحبهم بسبب الأمراض المزمنة كانت أعمارهم تقل عن 70، وهذه معلومة بالغة الأهمية. فمن المعروف أنه متوسط أعمار معظم الشعوب والمجتمعات تتجاوز يعني 70 سنة، فكون أن ثلث الوفيات كانت أقل من 70 سنة، هذا يعني أن هذه الأمراض كانت سبباً مباشراً في تقليل ما يسمى العمر المتوقع أو متوسط العمر لفئات مجتمعية المختلفة، أي أنها عامل مباشر في زيادة الوفاة أو الوفيات في المجتمعات، وهذا يعني كفيل بأن نضعها في نصب اهتمامنا واستهداف كل الجهات الصحية والعلمية في العالم بهدف تحسين الحالة الصحية وتحسين يعني وزيادة فرص العيش بعيدا عن مثل هذه الأمراض. أيضا فئة النساء كانت أيضا تشكل قرابة النصف من هؤلاء المصابين بالأمراض المزمنة والوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة، وهذا أيضا يضع خطورة إضافية حقيقة باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع بل أكثر من نصف المجتمع، أنه هناك الجيل الذي سيخرج من هذه المرأة ومن هذا النساء، وبالتالي صار هناك أصبح هناك أثر مضاعف على المجتمع نتيجة لاستهداف أو إصابة المرأة أكثر أو يعني بشكل تقريبا متساوي مع الرجل بهذه الأمراض المزمنة. كما ذكرنا هناك الكثير من المضاعفات والاعتلالات التي ترتبط بالإصابة بهذه الأمراض المزمنة، فمنها الإعاقة الإدراكية، فضعف التركيز وعدم القدرة على
التفاعل الذهني نتيجة للإصابة بهذه الأمراض ومضاعفاتها السلبية على الجهاز العصبي المركزي وعلى الجوانب الإدراكية والمعرفية عند الإنسان، كلها تضع يعني عبا إضافيا على المصابين بها. الإعاقة الجسدية، فبعض حالات مثلا السكري نتيجة لمضاعفات مرض السكري قد ينجم عنه البتر، بتر الأطراف نتيجة لمضاعفات السكري مثل الجانجرين أو الغرغرينة، وبالتالي أصبح هناك شكل من أشكال الإعاقة الجسدية التي قد تنجم عن مضاعفات هذه الأمراض المزمنة. وكذلك الحال بالنسبة لأمراض السرطان، فإصابة عضو معين بالسرطان قد يستدعي إزالة جزء من هذا العضو المصاب بهذا المرض، وبالتالي هذا في المحصلة سيؤدي إلى شكل من أشكال الإعاقة الجسدية إما الكلية أو الجزئية لأعضاء الجسم. الأمراض العصبية التي أيضا تزداد خطورتها وشدتها ويزداد انتشارها ما بين المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرض الخرف والزهايمر والباركنسون وغيرها من الأمراض العصبية التي تزداد حدتها وشدتها والإصابة بها لدى المصابين بالأمراض المزمنة. أمراض الكلى والمسالك البولية، فالكثير من حالات أمراض الكلى والفشل الكلوي والقصور الكلوي الحاد هي ناتجة من نواتج مضاعفات مرض السكري وخاصة السكر النوع الثاني، بالتالي هذا أيضا يضع عبء إضافيا على الجسم بسبب هذه الأمراض. الغدد الصماء وأمراض الدم والجهاز الهضمي، اضطرابات الأيضية والوراثية، كلها هي عبارة عن نتاجات للإصابة بأمراض مزمنة، وهذا كله كما ذكرت يضيف عبئا كبيرا على الرعاية الصحية وعلى القطاع الصحي في رعاية هؤلاء المرضى، ويضعوا أيضا يضيف عبا أيضا على المرضى أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالفرد والمجتمع. إذن هذه الأمراض المزمنة تزداد خطورة وتزداد حدة وتزداد فرص الإصابة بها لدى أولا الفئة العمرية الأكبر سنا، كلما تقدم العمر كان ذلك يشكل عامل اختطار إضافي للإصابة بالأمراض المزمنة. لوحظ أيضا أن الكثير من المصابين بهذه الأمراض المزمنة كانوا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا أيضا قد يعني يكون عامل سبب وعامل أيضا نتيجة في نفس الوقت، فأحيانا ضعف الرعاية الصحية الأولية وقلة الخدمات الصحية في الدول المنخفضة في المستوى الاقتصادي قد يفاقم من حدة هذه الأمراض نتيجة لغياب سبل التشخيص والكشف الأولي المبكر، وبالتالي ما يسمح بتطور المرض بفترات زمنية قصيرة، وبالتالي يضاعف من مخاطر الوفاة وشدة الإصابة ومضاعفاتها. أيضا لوحظ أن المجتمعات الأقل مستوى في التعليم هي أكثر أيضا إصابة بأمراض المزمنة، وهذا أيضا منطقي، فالارتفاع في مستوى التعلم والمعرفة فيما يتعلق تحديدا في التغذية والصحة وعلاقتها بالأمراض المزمنة تماما كما في هذه الدورة المباركة حقيقة، هذه كلها تؤثر في سلوك الإنسان. والوعي الصحي عندما يرتفع فإن السلوكيات والممارسات الصحية سوف تزداد، بالتالي فإن خطر الإصابة بهذه الأمراض سوف ينخفض تلقائيا، بالتالي كان هناك رابطا قويا بين الإصابة بهذه الأمراض وانخفاض مستوى التعليم لدى المجتمعات المختلفة. أيضا لوحظ أنها تنتشر أكثر لدى الفئات أو المجتمعات في المناطق الحضرية، ولعل ذلك نتيجة لطبيعة الحياة الحضرية وما تمتاز به من التلوث البيئي والتلوث الضوضائي والتلوث الضوئي والصوتي وغيرها من عوامل الضغط النفسي والشدة، بالإضافة إلى الأنماط الغذائية والسلوكية التي في الغالب تكون غير صحية نتيجة لنمط الحياة السريع والمتداخل، وبالتالي هذه العوامل المجتمعة التي يعني تمتاز بها الحياة الحضرية قد تزيد من خطر أو تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. علاقة التغذية بالأمراض المزمنة هي علاقة وطية وثيقة لا فكاك لها، وهذا الأمر مثبت علميا وأصبح من حقائق العلمية التي يعني تقر بها الهيئات والجمعيات العلمية المتخصصة على مستوى العالم. هذا لعله يعني منشور يعني يلخصه من قبل الأكاديمية الأمريكية للتغذية، يلخص أهم الأمراض المزمنة المرتبطة بالحالة التغذوية. نقول مرتبطة بالحالة التغذوية أنه ترتبط بها من حيث التسبب أو من حيث الوقاية ومن حيث أيضا العلاج.
كما سنأتي على بعض الأمراض مثل السرطان، حيث التغذية قد تكون عاملاً مباشرة لإصابة السرطان، السمنة كذلك، أمراض القلب والشرايين. وفي نفس الوقت التغذية لها دور مهم مباشر في الوقاية من هذه الأمراض، وكذلك الحال لها دور مهم مباشر في معالجة هذه الأمراض. فلعل أهم الأمراض المزمنة التي ترتبط بالتغذية هي أمراض القلب والشرايين ومرض السمنة والسرطان ووهن العظام، أو ما يعرف بالعامية أو بالعموم بهشاشة العظام الأصح نسميه وهن العظام، ثم مرض السكري وخاصة السكري النوع الثاني. لو نظرنا إلى شبكة التداخلات والتفاعلات بين العوامل الغذائية المختلفة والسلوكية الحياتية المختلفة وأنواع الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والأمراض التنفسية والسكري، لوجدنا أن هناك تشابكا كبيرا وتأثرا مباشرا لهذه الأمراض بمختلف العوامل السلوكية والحياتية. فنجد أن التدخين يرتبط ارتباطا مباشرا بالإصابة بأمراض القلب والشرايين والسرطان وأمراض التنفسية المزمنة، حتى هو أيضا يشكل عامل اختطار ولو جزئي لمرض السكري. نجد أن الكحول أو المعقرة الخمر أيضا له دور مباشر في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهناك الآن المعرفة حقيقة تتغير تجاه الكحول، فكان الاعتقاد أن هناك أثر إيجابي للكحول على مرضى أو على الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لكن بطل حقيقة هذا القول، وأثبت دراسات أنه ما من أي فائدة يمكن أن تجنى من تناول الخمر. لعلها أبرز دراسة نشرت في اللانست في العام الماضي وكانت تحت عنوان No amount is good amount of alcohol، فلا توجد كمية جيدة مفيدة للصحة من الكحول. ارتفاع الكوليسترول في الدم والناتج في الغالب عن أنماط الغذائية والسلوكية غير الصحية مثل الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وخاصة الدهون المعالجة حراريا والمنتشرة في المطاعم وخاصة المطاعم الغربية والنمط الغذائي الغربي مثل البرجر والنقانق وغيرها من الأطعمة المقلية KFC أو بدون أسماء تجارية، الدجاج المقلي التجاري، الأطعمة التجارية عموما كلها ترتبط بزيادة حصول ما يسمى ارتفاع الكوليسترول في الدم الناتج عن زيادة تناول الدهون المشبعة والكوليسترول الحيواني وقلة تناول الألياف الغذائية وزيادة تناول السكريات، كلها عوامل تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول. أيضا ارتفاع ضغط الدم والذي له دور مباشر بالإصابة بأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى، أيضا علاقته وطيدة من هذا الجانب. الغذاء الغير صحي عموما الذي يفتقر إلى الخضروات والفواكه والبقوليات والذي يعتمد على الأطعمة المكررة والمعالجة حراريا والنمط الغذائي الغربي، كلها أيضا مرتبطة بأمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري. وأخيرا السمنة، باعتبار أن السمنة هي عامل اختطار رئيسي، وهي وإن كانت مرضا مزمنا إلا أنها أيضا السمنة بدورها تشكل عامل اختطار رئيسي للإصابة ببقية الأمراض المزمنة وخاصة السرطان كما سنأتي على ذكره لاحقا، وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والسكري من النوع الثاني. إذن الوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحتها قبل حصولها أصبح الآن يشكل استراتيجية صحية هامة متبعة لدى كثير من الدول، ولعل هذه الدورة هي نتاج لزيادة الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة. ولكن هذا الأمر حقيقةً يستدعي تضافر الجهود وتكاتف كل الجهات المسؤولة في الدولة وفي المجتمع بهدف زيادة الوعي وزيادة مستوى الثقافة والمعرفة، وأيضاً بهدف توفير الأطعمة والأغذية الصحية والأنماط الغذائية وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية التي تساعد في خفض الإصابة وفي منع الإصابة بهذه الأمراض المزمنة والوقاية منها. ولعل أهم دور هو دور وزارة الصحة في ذلك، من حيث دورها في سن التشريعات المتعلقة بالأغذية ذات التأثير السلبي على الصحة، التربية والتعليم من حيث المناهج والتثقيف والتوعية بدور التغذية والسلوكيات الحياتية والتغذوية الصحية في الوقاية من هذه الأمراض، الإعلام ودوره الكبير والفعال في توجيه الرأي العام تجاه السلوكيات الصحية من خلال البرامج المستهدفة والتي تزيد من مستوى الوعي، الزراعة ودورها في زيادة انتشار واستهلاك الأطعمة الصحية وخاصة الخضروات والفواكه المطابقة للاشتراطات الصحية العالمية، وتشجيع تناولها من خلال خفض أسعارها وزيادة
يعني التحفيز للإنتاج الزراعي للأطعمة المختلفة خاصة غذائيا الأغذية النباتية ذات الدور المباشر والهام في الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة. أيضا وزارة التخطيط وغيرها من الدوائر الرسمية المسؤولة عن وضع أطر وبرامج عملية لزيادة الوعي وتحسين السلوك وبالتالي الحد من خطر هذه الأمراض. وبالتالي هذا أمر يعني لابد من رعايته على مستوى الدولة بكل أجهزتها و يعني وزاراتها. أيضا لعل من الجوانب المهمة والتي أيضا تتعلق بوزارة الصحة ما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية. فالرعاية الصحية الأولية ما يعرف بالبرايمر هيلث كير سنترز تحديدا وهي مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرف المستوصفات الطبية المنتشرة، هذه لها دور كبير جدا حقيقة في تحسين السلوكيات في الوقاية وفي نفس الوقت في تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة أمراض السرطان ومنها تحديدا سرطان الثدي وأمراض أيضا المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم. هذه كلها أيضا من ضمن أو تشكل استراتيجية هامة حقيقة في ضمن ما يعرف باستراتيجية الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة. أيضا الهدف الهام جدا من تعزيز الوقاية وإجراءات الوقائية والكشف المبكر هو أيضا تقليل كلفة العلاج التي ذكرنا أنها كلفة باهظة الثمن على الدولة وعلى مؤسسات الدولة نتيجة لارتفاع أسعار العلاجات سواء العلاجات السرطانية أو علاجات السكري وغيرها من الأمراض المزمنة. وبالتالي هذا يمثل أيضا جانبا استثماريا، هو استثمار في المعرفة واستثمار في السلوك واستثمار في الصحة للحد من المضاعفات الاقتصادية السلبية للأمراض المزمنة على مستوى الدولة والمجتمع. وبالتالي هذا كله يستدعي وضع سياسات صحية عامة على مستوى المجتمع لتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة. إذن هناك عوامل تم دراسة الأمراض المزمنة خلال العقود الخمسة والستة المنصرمة بشكل مكثف وانتهى العلماء إلى حقيقة تحديد جملة كبيرة من العوامل السلوكية والحياتية التي يمكن من خلالها الحد من ارتفاع هذه الأمراض. لعل من أكثر هذه العوامل التي ترتبط بالأمراض المزمنة كانت تعاطي التبغ، التدخين، سواء كان أي شكل من أشكال التدخين سواء كان السجائر أو الشيشة أو الأرجيلة أو النرجيلة وغيرها من المسميات، كلها ثبت بما لا يدع مجال للشك أنها تعتبر عوامل اختطار مباشرة وقوية في زيادة خطر وفرصة الإصابة بهذه الأمراض المزمنة. ولعل ما يعنينا في هذا الجانب وهو التغذية أي النظم الغذائية ثبت أيضا بما لا يدع مجال للشك أنها ذات تأثير مباشر في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان. انخفاض مستوى النشاط البدني يعتبر أيضا عامل اختطار رئيسي، وهنا يأتي أهمية توفير البنية التحتية وتشجيع الممارسة المجتمعية للرياضة والممارسة البدنية على مستوى المجتمع سعيا نحو تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض. ومعاقرة الخمر أو تعاطي الكحول والتي ثبت أنها لها دورا مباشرا في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عموما وخاصة السمنة والسكري والسرطان. نأتي بداية لعلها من أكثر وأخطر هذه الأمراض. اسمح لي أقاطعك، يسألون في المحادثة السجائر الإلكترونية هل تعتبر من ضمن اللي ذكرتها قبل شوي؟ نعم، حقيقة السجائر الإلكترونية ما زالت قيد البحث والدراسة. ما ظهر من الأبحاث العلمية حول السجائر الإلكترونية حقيقة يعني لا يشابه تماما السجائر أو التبغ ومنتجات التبغ التقليدية المعروفة، هذا حقيقة. ولكنها في المقابل لها آثار سلبية خطيرة ظهرت على شكل إما تلف في الخلايا العصبية وهذا أثبت في الحيوانات ولم يثبت حتى اللحظة عند الإنسان، لكنه من المعروف أنه ما يثبت عند الحيوان، فمن المحتمل ويعني من المرجح أن يظهر عند الإنسان نتيجة للتقارب الفسيولوجي بين الإنسان والحيوان. فتلف الخلايا العصبية، الموت المبكر، وسجلت الكثير من الحالات، وكان القاسم المشترك ما بينها هو وجود التدخين ما يعرف بالفيب أو التدخين بالمبخرات وغيرها. وبالتالي نقول نعم التأثير ليس مثل تأثير التبغ، ولكنها ليست آمنة كما نظن وليست
بمنأى عن الإصابة ببعض الأمراض وخاصة ما يتعلق بالجهاز العصبي المركزي وخطر الوفاة المبكرة، وبالتالي يعني تبقى في دائرة الاتهام ودائرة الخطر ولا يمكن تبرئتها والتعامل معها بأريحية. وهذا أيضا للأسف طبعا مما يعني يلجأ إليه البعض، أنه التدخين ضار فأنا ألجأ إلى وسيلة أقل ضارا، قد يعني يكون الآن هي لم يثبت ضررها بالشكل القطعي الذي ثبت به التبغ ومشتقاته، لكنها تبقى الآن يعني في موضع يعني شك وبحث، وما ظهر من دراسات يكفي للامتناع عنها وعدم التعامل معها. إذن أمراض القلب والشرايين كثيرة حقيقة، منها أمراض القلب التاجية coronary artery disease والتي تصيب أوعية دموية تغذي عضلات القلب، ولعل أخطرها ما ينتهي باحتشاء عضلات القلب أو ما يعرف بالمايكاردير infarction. هناك الأمراض الدماغية الوعائية السيبر فاسكور ديزيز مثل التي تصيب السكتة الدماغية أو تؤدي السكتة الدماغية والجلطة الدماغية. هناك الأمراض الوعائية الدموية الطرفية أو ما يعرف بالبريفرال فاسكور ديزيز التي تصيب الأطراف كالذراعين والساقين، وبالتالي قد تؤدي إلى إما مضاعفات خطيرة على هذه الأوعية الدموية. هناك الأمراض القلب الروماتيزمية الالتهابية التي تؤدي إلى الإضرار بالعضلة القلبية والصمامات القلب تشتد الالتهاب الروماتيزمي المزمن الذي ينتج قد ينتج عن جراثيم العقديات أو السيركوكساي المعروفة. هناك تشوهات خلقية، طبعا الخلقية ليس لها علاقة بالتغذية لأنها تشوهات خلقية، ولكن نحن نذكر هنا فقط أمثلة على مثل هذه الأمراض التي تصيب الجهاز الوعائي أو ما يعرف بأمراض القلب والشرايين. هذه أمراض بمختلف أشكالها لوحظ أنها ترتبط بشكل مباشر بعوامل اختطار سلوكية أخطرها وأهمها قلة النشاط البدني وانخفاض مستوى ممارسة الرياضة، حيث سجل زيادة بنسبة 31% لدى المصابين بهذه الأمراض أنهم غير نشطين وغير ممارسين للرياضة. النمط الغذائي غير الصحي أيضا يعتبر عامل اختطار يزيد من خطر إصابة بهذه الأمراض، ومتمثل بقلة تناول الخضروات والفواكه والبقوليات وزيادة تناول اللحوم المصنعة والزيوت المهدرجة والأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات الفقيرة أو المفتقرة إلى الألياف الغذائية والمركبات النباتية الصحية، كما ذكرنا تعاطي التبغ وتعاطي الكحول، كلها عوامل سلوكية غذائية تزيد من خطر إصابة بأمراض القلب والشرايين. أيضا هناك أثار تظهر لبعض العوامل السلوكية تظهر على الجسم والتي تنعكس أيضا على زيادة خطر إصابة بأمراض القلب والشرايين. وكما ترون في هذه الصورة هناك عوامل يمكن تغييرها وعوامل لا يمكن تغييرها. على الجهة اليمين متفايبل، يعني عوامل يمكن تغييرها يمكن التحكم بها إلى حد بعيد، وأهمها الفيزيكال اكتيفيتي أو النشاط البدني. فزيادة النشاط البدني كما ذكرت يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض. السمنة إلى حد بعيد لدى معظم الناس هي نتاج لسلوكيات غذائية وحياتية خاطئة، بالتالي تعتبر السمنة من ضمن العوامل القابلة للتحكم والتغيير بها. ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، والسكري خاصة النوع الثاني أيضا يمكن الوقاية منه من خلال ضبط الوزن كما سنأتي لاحقا، والتدخين. هذه العوامل يمكن الحد منها وبالتالي يمكن تخفيف من آثارها السلبية على الجهاز القلب الوعائي. وفي المقابل هناك عوامل لا يمكن الحد منها وبالتالي نحتاج التعامل معها، ولكن في المقابل لابد من يعني تحسين الظروف الحياتية والعوامل السلوكية. هناك العرق، فبعض الأجناس والأعراق لديها خطر أكثر من غيرها لإصابة أمراض. العمر، كلما تقدم العمر كلما كان خطر إصابة بهذه الأمراض أكثر. الجنس ذكر وأنثى، بعض الدراسات تشير أن الإناث أكثر في بعض المجتمعات الذكور أكثر. بالمجمل الذكور أكثر إصابة من الإناث بأمراض القلب والشرايين، إضافة لعوامل البيولوجية. هذه عوامل لا يمكن تغييرها صح، ولكن وجود هذه العوامل يفرض علينا التحكم بالعوامل الأخرى التي يمكن تغييرها بهدف تقليل فرص الإصابة بهذا المرض. إذن هذا المرض عندما تبدأ يعني يظهر عند الإنسان يظهر على شكل ارتفاع في ضغط الدم، يرافق ارتفاع في سكر الدم، وخاصة ارتفاع في شحوم الدم ما يعرف بال LDL والتوتال كوليسترول والتريجليسيرايدز، وأيضا في الغالب يكون ملازما للسمنة المفرطة والزيادة المفرطة في الوزن. هذه الصورة هامة جدا حقيقة، خاصة لو لاحظنا من أسفل بعطينا years السنوات، وتظهر هذه الصورة أن حصول أمراض القلب
خاصة مثل هذا المرض وهو احتشاء عضلة القلب أو ما يعرف بالمايكارد إنفاركشن. هذا المرض لا يحصل بين اليوم والليلة، هذا المرض يعني يحصل أو تحصل فصوله على مدى طويل من الزمن قد يمتد إلى عدة عقود، إلى 5 عقود أو أكثر أحيانا. بمعنى أنه كون هذه الأمراض خاصة أمراض القلب الوعائية تتطور على مدى زمني طويل، فهذا يعني أن هناك فرصة لتغيير السلوكيات الحياتية والأنماط الغذائية غير الصحية خلال الفترة الزمنية الطويلة من عمر الإنسان. بالتالي هناك إمكانية لمنع تطور هذه المرض إذا ما تم إيقاف وتعديل السلوكيات الخاطئة الحياتية منها وغير الحياتية والغذائية. كما ترون هنا عملية تراكم الدهون عملية تستغرق وقتا طويلا، وعملية تراكم يعني تمتد إلى الحد الذي يصل فيه انسداد، يحصل فيه انسداد كامل بالوعاء الدموي المغذي لعضلة القلب، ما يؤدي إلى فشل عضلة القلب وعدم قدرتها على ضخ الدم. لكن الرسالة التي أريد إيصالها أنه العامل الزمني هنا عامل جدا مهم ومساعد لنا في تغيير أنماطنا الغذائية والسلوكية الحياتية. فمن كان يدخن بإمكانه ترك التدخين وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان، من كان يعاقر الخمر أيضا يمكنه أن يتركه حتى يقلل عفوا خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، من كان لا يمارس الرياضة فإمكانه أن يمارس الرياضة وبالتالي يقلل، من كان يكثر من تناول الدهون المشبعة والأغذية غير الصحية بإمكانه أن يقلل منها حتى يكسر هذه السلسلة المتوالية من الأحداث التي تنتهي بحصول الانسداد الكامل في الوعاء الدموي المغذي والقلب الذي ينتهي بحصول الاحتشاء أو ما يعرف باحتشاء عضلة القلب MI. إذن من أمراض أيضا مرتبطة بالجهاز الوعائي مرض ارتفاع ضغط الدم والذي يسمى القاتل الصامت، يسمى القاتل الصامت السايلنت كيلر. والسبب في ذلك أن كثير من الناس لا ينتبه إلى أن هناك أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم حتى يصاب لا سمح الله بالجلطة أو السكتة أو غيرها من المضاعفات الخطيرة أو الفشل الكلوي. ومن هنا تأتي أهمية اتباع السلوكيات الحياتية والغذائية الصحية التي تزيد أو تقي من هذه من هذا المرض. سنأتي إلى ذكرها الآن كما بعد دقائق أو أقل. وبالتالي أيضا أهمية الفحص المبكر والكشف المبكر حتى لو كان الشخص يشعر أنه شخص طبيعي، لكن لابد من كل فترة وفترة من القيام بالفحوصات للتعرف على حالة ضغط الدم والكشف المبكر فيما لو كان هناك ارتفاع حاد وطارئ وغير يعني ملاحظ في ضغط الدم. وبالتالي هنا أهمية الكشف المبكر وأهمية اتباع الأساليب الحياتية الصحية والتغذوية التي تقي من ارتفاع ضغط الدم. تماما كما في الأمراض المزمنة يرتفع ضغط الدم على مدى زمني طويل، والنوع الأكثر شيوعا وانتشارا من ارتفاع ضغط الدم هو النوع المعروف بالبرايمري أو الأولي، وهو نوع غير معروف السبب. فالقصد قد لا يكون هناك سبب واضح لإصابة هذا المرض إديوماتيك هايبرتنشن. وبالتالي لابد حقيقة من الكشف المبكري والمتابعة الصحية، وفي نفس الوقت لابد من اتباع السلوكيات الغذائية والصحية للحد من خطر الإصابة بهذا المرض الذي قد يصيب أي إنسان بدون وجود أي مقدمات. كما تعلمون المدى الطبيعي لضغط الدم ما يعرف بالسيستريك على ديستريك أو الانقباضي على الانبساطي وهو 120 على 80 مليمتر زئبقي. فكل ما ارتفع عن 120 أكثر كل ما كان هناك زيادة في ضغط الدم حتى تصل إلى الزيادة الحادة المفرطة التي في الغالب ترتبط بالإصابة بفشل الكلوي وأمراض الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. إذن هذه كلها مقدمات كانت عن أنواع الأمراض المزمنة وذات الارتباط بالتغذية. والآن سنتكلم عن الأنماط الغذائية الصحية المساعدة في الوقاية والعلاج من هذه الأمراض القلبية الوعائية. أولها نمط ما يعرف نمط داش بالإنجليزي، وهو Dietary Approach to Stop Hypertension، النمط الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم. ثم هناك النمط الغذائي المتوسطي أو ما يعرف بالMediterranean Diet، وأيضا خفض الوزن إذا لازم الأمر. وهذه إشارة أنه قد يكون هناك أناس لديهم أوزان طبيعية ولكنهم أيضا يصابوا بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية نتيجة لوجود مخاطر سلوكية وغذائية أخرى غير
زيادة الوزن، فقد يكون أصحاب أوزان طبيعية بل منخفضة، ولكن بسبب التدخين المفرط، بسبب الكحول المفرط، بسبب التغذية غير الصحية، بسبب الخمول، أيضا يصابوا بأمراض القلب والشرايين حتى لو كانوا إيش ذوي أوزان طبيعية. زيادة الألياف الغذائية إلى 25 إلى 30 جرام باليوم، إضافة الدهون الصحية وخاصة زيت الزيتون والأوميغا 3 من مصادرها الغذائية وليس من المكملات بالدرجة الأولى، وإضافة الخضروات والفواكه. إذن هذه هي الأنماط الصحية الخمسة أو الستة الرئيسية، سنتكلم الآن سريعا عنها. النمط الأول هو نمط الداش كما ذكرت، هو اختصار الكلمة الإنجليزية أو الجملة الإنجليزية dietary approach، النمط الغذائي to stop hypertension، لوقف ارتفاع ضغط الدم. هذا النمط كما تلاحظون كغيره من أنماط التغذية الصحية يعتمد أساسا على المكون النباتي، وهو أقرب إلى الحمية النباتية، لكنها ليست طبعا حمية كاملة نباتية لأنها تحتوي على جميع الأطعمة الحيوانية ولكن بكميات أقل من تلك التي يعني يعتاد الناس عليها. كما تلاحظون هذه الحمية غنية بالخضروات والفواكه، غنية بالحبوب وخاصة الحبوب الكاملة، أيضا تحتوي على كمية جيدة من الحليب ومشتقات الألبان، لكنها غالبا تكون إيش منخفضة الدهون، والأهم أن تكون منخفضة الدهون، وتحتوي على كمية جيدة أيضا من اللحوم والبروتينات، لكنها أيضا يفضل أن تكون أو يجب أن تكون منخفضة الدهون بحيث أنه لا نضيف كمية من الدهون المشبعة والكوليسترول الحيواني. الهدف من هذه الحمية باختصار هو زيادة تناول الجسم لعنصر البوتاسيوم وتقليل تناول أو حصول الجسم على عنصر الصوديوم الذي ثبت أنه يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. عنصر الصوديوم، هناك علاقة عكسية في الجسم معروفة ما بين عنصر البوتاسيوم وعنصر الصوديوم، فكلما زاد تناول عنصر البوتاسيوم في جسم الإنسان كلما تلقائيا قل احتفاظ الجسم بالصوديوم وقل احتفاظ الجسم بالسوائل، وأدى ذلك إلى تقليل ضغط الدم وتقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم. فهذه الحمية تفيد المرضى المشخصين بارتفاع ضغط الدم وخاصة الدرجة الأولى وبدرجة أقل الدرجة الثانية، وتفيد أيضا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى الفئات الأكثر عرضة مثل السمان وغير الرياضيين وكبار السن الذين لم يصابوا بعد لكنهم لديهم خطر إصابة بهذا المرض. تناول الحمية الغنية بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمصادر الكالسيوم والمغنيسيوم أيضا لها دور مهم أيضا في ضبط ضغط الدم، بس بشرط أن تكون مصادر غير دهنية وقليلة الدهون المشبعة والكوليسترول، والتقليل من كمية الحلويات والدهون المعالجة والسكريات بأقل يعني كمية ممكن أقل من 7-10% من مجمل الطاقة المتناولة. هذه تمثل حمية الداش التي ثبت علميا من خلال مئات الدراسات العلمية الرصينة والسيرية أنها تقلل من خطر الإصابة بارتفاع الدم وتساعد مرضى ارتفاع الدم في تقليل الضغط وتحسين حالة الجسم. النمط الغذائي الثاني هو النمط الغذائي المتوسط أو ما يعرف بالميديترينيان دايت، وهذا النمط أيضا يعتبر إذا ما قورن بالنمط الغذائي الغربي المنتشر في المطاعم الغربية المعروفة، إذا ما قورن بها نجد أن هذا النمط هو نمط صحي إلى حد بعيد. ذلك أن هذا النمط أول شيء يعتمد على فيه نوع من الحركة والنشاط البدني، يعتمد كقاعدة رئيسية غذائية على الخضروات والفواكه والحبوب والبقول والبهارات والأعشاب الصحية مثل الثوم والبصل والبهارات المختلفة والتوابل والخضار الورقية وزيت الزيتون بدرجة أولى والحبوب الكاملة، ويعتمد أيضا على تناول كمية جيدة ولكنها طبعا ليست عالية من اللحوم والأطعمة البحرية، عفوا من الأطعمة البحرية تحديدا لغناها بالأحماض الدهنية غير مشبعة من نوع أوميغا 3 وغناها باليود، يرتبط بكمية أقل من تناول البيض والدجاج والألبان كامل الدسم، وكمية أقل بكثير من اللحوم والمدهنة والحلويات. طبعا كما تلاحظون هنا مذكور هنا الواين الخمر، راح نقول هذا طبعا يعني لا يناسبنا كمجتمعات عربية مسلمة باعتبار أنه هذا يعني يخالف دين الحنيف، فنقول أن لدينا أنماطا ونظما غذائية صحية يمكن اعتمادها وتلبي الاحتياجات الصحية وفي نفس الوقت تراعي ثقافتنا وتراعي قيمنا الإسلامية، ولعل من أهم حقيقة ما ترونه على اليسار هنا من ما يسمى النمط الغذائي
هو التوصية الغذائية الصحية السعودية التي قامت بها وزارة الصحة السعودية والتي تعكس الثقافة العربية الإسلامية من حيث نوعية وطبيعة الغذاء والتزامه بثقافتنا وديننا، وفي نفس الوقت يعكس العناصر الغذائية الشائعة والمنتشرة في المنطقة العربية بشكل جميل على شكل نخلة وأجزاء النخلة. وعلى اليمين كانت هناك ما يسمى بالقبة الغذائية التي ترمز إلى الجانب الثقافي الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية، باعتبار أن القبة أيضا ذات شكل يمكن توظيفه كما تماما في حالة الهرم الغذائي أو الهرم حماية البحر المتوسط، حيث تشكل الرياضة القاعدة الرئيسية للسلوكيات الحياتية اليومية، وتشكل النشويات وخاصة الكاملة منها مصدر أساسي للطاقة، تليها الخضروات والفواكه بأنواع الشائعة لدينا، ثم القلب منها اللحوم والحليب والأجبان كجزء من الغذاء اليومي. لكن أهمية هذه النوم أنها كما ذكرت راعي الجانب الثقافي والمعرفي المتصل بمجتمعات عربية والإسلامية، بالتالي فيتحقق أيضا هذا النمط، وهذا هدفه هو ضبط الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القرب والشرايين. خفض الوزن يعتبر من أهم الاستراتيجيات المتبعة في خفض مستوى الإصابة أو الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وبالذات إذا اقترنت الرياضة بالحمية الغذائية الصحية فإن ذلك حتما سوف يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. زيادة تناول الألياف الغذائية أمر هام جدا في تحسين مستوى ضغط الدم، في تقليل مستويات الكوليسترول والدهون والسكريات. أيضا ثبت علميا ومن خلال دراسات مقارنة ما بين النمط الغذائي الغربي المعروف اللي هو متمثل بالأطعمة الغربية الشائعة ومقارنة بالنمط الغذائي المتوسط اللي ذكرناه قبل قليل، لوحظ أن هذا النمط الغذائي يترافق مع زيادة كمية الألياف، وفي نفس الوقت أيضا يترافق مع تحسين في المحتوى الميكروبي الجرثومي من الأمعاء، والذي يرتبط أيضا بتحسين حالة الأيضية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المناعية والأمراض الالتهابية وأمراض السرطان خاصة سرطان القولون. في المقابل النمط الغذائي الغربي المعتمد على اللحوم واللحوم المعالجة حراريا والدجاج المقلي والبرجر وغيرها، هذا النمط الغذائي الغربي والآيس كريم والأطعمة الدهنية السكرية، هذا النمط أيضا لوحظ أنه يؤثر سلبا على المحتوى الميكروبي الجرثومي، وبالتالي فإنه يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الأيضية والأمراض المزمنة ويزيد من حدة الالتهاب في داخل الجسم من خلال التأثير السلبي على أنواع البكتيريا أو ما يعرف بالديسبيوسيس أو غياب التوازن الميكروبي الصحي في الأمعاء. أيضا ذكرنا إضافة الدهون الصحية من نوع أوميجا 3 وتتوفر بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية تحديدا الأسماك وخاصة الأسماك الباردة وليست الأسماك الحارة تحديدا مثل السلمون والمكاريل والرينجا والتونة والسردين، كلها تعتبر مصادر مهمة من مصادر الأوميجا 3 فاتي أسيد أو الأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3، إضافة لبذور الشيا تحتوي على كمية جيدة حقيقة، بذور الكتان أو فلاكس سيد أيضا فيها كمية جيدة أيضا من الأوميجا 3، وزيت الكانولا أيضا يحتوي على كمية جيدة من هذا النوع من الدهون الصحية. فزيادة هذه الدهون الصحية مثبت أنه أيضا يساعد في تقليل خطر إصابة بأمراض القلب والشرايين لسببين، الأول أن هذه الأحماض الدهنية نوع من أوميجا 3 هي ذات تأثير مضاد للالتهاب، فتعمل كمضادة التهاب أنتي إنفلاماتوري، وفي نفس الوقت لها دور أيضا في تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بالحد الأدنى، أنها تقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي بدرجة أقل، وبالتالي لها دور مباشر في تحسين الحالة الصحية ومنع الإصابة بأمراض القلب والشرايين. تفضلي. بس للتذكير باقي 6 دقائق على نهاية الورشة. طيب ماشي حاضرين. طيب إضافة الخضروات الفواكه أيضا له دور مهم، وهنا نستحضر قول الله عز وجل فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، فألوان الخضروات والفواكه هي آية من آيات الله، وفي نفس الوقت هي أيضا ذات أثر صحي مهم جدا، فالألوان المختلفة التي نجدها في الخضروات والفواكه هي ليست مجرد ألوان تسر الناظرين وتدخل البهجة والفرح، أيضا هي ذات أبعاد صحية، فاللون الأحمر يعكس وجود مركب اللايكوبين وهو من مركبات الكاروتينويدات التي معروف أنها تقلل الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان البروستات. البيتا كاروتين الموجود في القرع والجزر والدراق والشمام الأصفر
وغيرها من الخضار الصفراء أيضا غني وهو يعتبر مضاد للتأكسد قوي، فيتامين سي والحمضيات غنية بالفلافونويدات والليمونويدات. مركبات العائلة الزنبقية أو ما أعرف بالكروسيفيروس فاميلي أيضا لها دور مهم في تزويد الجسم بحمض الفوليك أسيد الضروري لصحة الجنين وتكون الجنين. الإندولات والسلفايتس الموجودة في الثوم والبصل والكرات، الأنثوسينيز الموجودة في الرمان والكرز الأزرق والأسود، والريزفيراترول الموجود في العنب الأحمر والكرز والتوت الأحمر، كلها عوامل مهمة جدا في الوقاية من الأمراض. السكري شائع الانتشار مرتبط أيضا بالكثير من عوامل الحياتية والسلوكية، أعراضه التبول المتكرر وعطش متكرر والجوع المتكرر وفقدان وزن وتغير في البصر. وثبت علميا أنه السكري أيضا من الأمراض ومنها سكر الحمل التي يمكن الوقاية منها من خلال ممارسة منتظمة للرياضة وخاصة المشي، خفض الوزن، تناول الغذاء الصحي غني بالخضار والفواكه والألياف، شرب القهوة بدون السكر، الاكثار من شرب الماء، التخلص من التوتر، إقلاع التدخين، تجنب الكحول وتجنب الأطعمة السريعة، كلها عوامل تزيد تساعد في الوقاية. كذلك الحال في العلاج، التغذية العلاجية مهمة جدا لمرض السكري، وكلها تعتمد أيضا على إيش؟ على تحسين السلوكيات الحياتية، تحسين النوم، تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، تحديد كميات الكربوهيدرات، تجنب الأطعمة الغنية بالطاقة اللي نسميها هاي انرجي دنسيتي ذات كثافة الطاقة العالية، وزيادة تناول الخضروات والفواكه ذات الطاقة الغذائية المنخفضة، ضبط سكر الدم ومراقبة سكر الدم، كلها من العوامل التي تساعد في الحد من إصابة بهذه الأمراض. أمراض الكلى هي في الغالب نتاج لأمراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفة من مضاعفات مرض السكري، بالتالي كل ما ينطبق على مرض السكري ينطبق تلقائيا على مرض الكلى وفي الحد من الإصابة بمرض الكلى. لكن نركز على عوامل الاختطار الرئيسية، السمنة باعتبارها عامل اختطار رئيسي للإصابة بمرض الكلى، التدخين، ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب والشرايين والسكري كما ذكرت، بالتالي معالجة السمنة ومعالجة كما ذكرنا قبل قليل الوقاية من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري هي بدورها سوف تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى. ولعل أخطر هذه السلوكيات هو التدخين، فالتدخين ثبت علميا أنه يزيد من الفشل الكلوي وخاصة الفشل الكلوي المزمن أو مرض الكلى المزمن CKD الذي قد ينتهي بالفشل الكلوي. سأنتهي بالسرطان الآن، اسمحوا لي أقفز إلى آخر شريحة في السرطان، وهذه الشريحة سوف تلخص جميع السلوكيات الغذائية والصحية وهي نتاج التوصيات العالمية للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان والجمعية العالمية لأبحاث السرطان. ألخصها سريعا، أولا المحافظة على الوزن الصحي، كل ما كان وزنك أقرب للوزن الطبيعي كل ما كنت أقل خطرا للإصابة بهذه الأمراض. الإبقاء على نمط نشاط يومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، تناول الأطعمة الغنية بالخضار والفواكه والبقوليات مثل الحمص والفول والفاصوليا والبقية البقوليات والحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والخبز الكامل، كلها تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض، خاصة أتكلم هنا عن السرطان، أنواع السرطان المختلفة. الأطعمة الدهنية والسكرية والمعالجة حراريا والمقلية كلها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. اللحوم المصنعة مثل البرجر والنقانق والمرتديلا، الإكثار منها والتعامل اليومي معها كلها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون. الإكثار من المشروبات المحلاة والمشروبات السكرية مثل الكولا والفيزي درينكس وغيرها من المشروبات الغنية بالسكر. طبعا هنا برضو هناك يعني خطأ شائع أنها أن السكر بذاته هو الذي يؤدي إلى السرطان، لا، السكر ليس بذاته الذي يؤدي إلى السرطان، إنما هو دور السكر في زيادة خطر إصابة السمنة، والسمنة بدورها سوف تزيد من خطر إصابة بالسرطان. هناك علاقة وثيقة جدا ما بين السمنة والسرطان باعتبار السمنة عامل مباشر في التسبب بالسرطان. تجنب معقرات الخمر باعتبار الخمور ضارة بكل أشكالها، وهذه التوصية العالمية وليست يعني توصية شخصية، لما ثبت من الدليل العلمي القاطع أن سرطان الفم والبلعوم والمريء والمعدة والكبد كلها ترتبط بزيادة خطر بزيادة تناول ومعقرة الخمور. تجنب، هذه نقطة كثير مهمة، تجنب مكملات الغذائية كوسيلة لمنع السرطان، وهذا من أكثر السلوكيات الآن منتشرة وهي استعمال المكملات الغذائية كوسيلة لمنع السرطان. هذا خطأ ولم يثبت علميا، بل ثبت العكس، أن كثير من الناس يؤدي تناولهم للمكملات بدون مبرر صحي وتغذوي بدون مراقبة بدون تقييم تغذوي يؤدي إلى حصول مضاعفات وتفاعلات سلبية حتى لدى مرضى السرطان الذين يتناولون أو يأخذون العلاجات الكيماوية. وجدوا أن هناك كثير من المكملات
تزيد من خطر مضاعفة السرطان وتقلل من كفاءة الأدوية هذا لدى المصابين. ولدى غير المصابين فإن تناول المكملات يعطي شعورا خاطئا بالأمان، فيبقى الشخص يشعر بالأمان ولا يقوم بالكشف المبكر ولا يقوم بالفحوصات المبكرة للكشف عن السرطان، تنتهي به الحال إلى الإصابة والإصابة المتقدمة بالسرطان نتيجة لشعوره الكاذب بالأمان بسبب اعتماده على المكملات الغذائية. والتزام الأمهات بالرضاعة الطبيعية يعتبر من أدوات الطرق الناجعة والناجحة والكفؤة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي لدى النساء. وأخيرا هذه التوصيات كلها نفسها تنطبق على المرضى الذين تم يعني شفائهم والمتعافين من السرطان وما أكثرهم بفضل الله عز وجل. وهذا أيضا مهم جدا في تقليل في تحسين وتغيير نظرتنا إلى مرض السرطان، أن مرض السرطان هو مرض يمكن العلاج منه والشفاء منه. هناك كثير كثير من حالات الحمد لله التي يوميا نسمع عنها أنها شفيت تماما بفضل الله تعالى، ثم بسبب الالتزام بالبروتوكول الطبي. ونركز هنا على الالتزام بالبروتوكول الطبي والبعد عن كل الخرافات وما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي من سلوكيات خاطئة وممارسات خاطئة تتعلق بمعالجة السرطان، والحث على تجنب المعالجة الكيماوية والحث على تجنب المعالجة الجراحية والإشعاعية باعتبارها ضارة. هذا كله خطأ وليس من الصواب في شيء، ويجدر بنا أن ننتبه إلى هذه الرسائل المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمرض السرطان، وأهمية التزام بالمراجعة الطبية والبروتوكول الطبي المعتمد في المستشفيات المتخصصة في معالجة السرطان. وشكرا لحسن استماعكم، جزاكم الله كل خير. نشكرك دكتور على هذه المحاضرة القيمة، صراحة معلومات وايد مفيدة. بارك الله. بنستقبل بعض الأسئلة، ممكن تكتبونها في الشات أو ترفعون إيدكم ونفتح لكم المايك تسألون الدكتور. دكتور، في وحدة تقول أمراض الكلى شو أسبابها؟ هل هي فقط من عدم شرب الماء؟ نعم، طبعاً كلمة أمراض الكلى هي كلمة كبيرة جداً. لدينا الكثير من أمراض الكلى مرتبطة بالتغذية. حقيقةً أمراض الكلى المرتبطة بشرب الماء هي ما تعلق بالحصى، حصى الكلوي الرينال كالكولاي. الحصى الكلوية بالذات هي التي تزداد مع قلة تناول الماء. أما الفشل الكلوي والقصور الكلوي الحاد والمزمن في الغالب يرتبط بوجود عوامل أخرى مرضية أو غير مرضية تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى. فكلمة يعني أمراض الكلى تحتاج إلى تحديد نوع المرض وطبيعة المرض حتى يعني يتم تحديد يعني المسبب أولا وثم الحمية الغذائية المناسبة ثانيا. أما ما يتعلق بالماء فهو تحديدا إيش حصى الكلى وليس شيء آخر. سؤال ثاني دكتور، في وحدة تقول شو الفرق بين السكري الأول والثاني؟ النوع الأول. نعم احنا يعني الوقت لما سعفنا في الحديث حقيقة حول أنواع السكري الأربعة الرئيسية، حقيقة هو النوع السكري الأول أو المعتمد على الأنسولين سابقا كان يسمى، ثم نوع السكري الثاني المعتمد على الأنسولين، ثم سرطان ثم سكري الحمل، وأخيرا سكري أو ما يسمى بعدم تحمل السكر الذي غالبا يتطور إلى نوع السكري الثاني. النوع السكري النمط الأول أو النوع الأول، هذا النوع من السكري معروف أنه يمتاز بإما غياب كلي أو شبه كلي لهرمون الإنسولين وعدم قدرة البنكرياس على إفراز وإنتاج هرمون الإنسولين المسؤول عن تنظيم سكر الدم، وهذا في كثير من الحالات يكون لأسباب نسميها مناعية ذاتية autoimmune disease، وأحيانا قد يكون بسبب إصابة أو عدوى فيروسية بكتيرية التهاب حاد وشديد يصيب البنكرياس، كدمات شديدة ميكانيكية، هذه كلها قد تؤدي إلى فشل البنكرياس وعدم قدرة خلايا البنكرياس على إنتاج هرمون الإنسولين، بالتالي يحصل النوع الأول وهو الناتج عن غياب الإنسولين. النوع الثاني وهو الذي في الغالب يعني يرتبط بالسمنة بالدرجة الأولى والسلوكيات الحياتية والصحية الغذائية غير الصحية مثل التدخين وقلة الحركة وزيادة الإفراط في تناول السكريات والدهون وزيادة الوزن بشكل عام. هذا النوع يتميز بانخفاض في ما يسمى حساسية الإنسولين على مستقبلات الخلايا أو عدم استجابة الخلايا لهرمون الإنسولين. فالهرمون الإنسولين موجود ويفرز، لكن استجابة الخلايا لهذا الهرمون هي استجابة ضعيفة، ما ينجم عنه ارتفاع في مستوى
سكر الدم، وكلاهما يتميز بنفس الأعراض الأولية ما يعرف بوليديبسيا، بوليوريا، بوليفاجيا، تكرار البول، تكرار العطش، تكرار الشعور بالجوع، وأيضا ينجم عنه نفس المضاعفات الأولية أو ما يعرف بريتينوباثي، نفروباثي، نيوروباثي، الاعتلال الطرفي العصبي واعتلال الشبكية والاعتلال الكلوي. وبالتالي هذه قواسم مشتركة بين هذه الأنواع أو هذين النوعين من السكري، ولكن يعني السبب الرئيسي هو ما يتعلق بالهرمون الإنسولين ومدى وجوده أو عدم وجوده أو مدى فاعليته أو عدم فاعليته في جسم الإنسان. نعم. شكرا لك دكتور، ما قصرت. بارك الله فيكم. وصلنا لنهاية ورشتنا لليوم، تم وضع رابط تسجيل الحضور في الشات وقفلت الشات على أساس ما يضيع عنكم الرابط. إذا عندكم استفسارات ثانية ممكن ترفعون إيدكم للدكتور، إذا ما عندكم عشان الدكتور يمكن مشغول أو عنده ارتباط. إحنا حاضرين، إحنا موجودين معكم للنهاية. ما عندنا مشكلة. حاضرين أي سؤال. Raise hand. الرياكشن وبيطلع لي وبفتح لكم المايك، ممكن تسألون، بس الشات سكرناه عشان الرابط يكون موجود للكل، واللي ما عنده أي استفسار أو أسئلة خلاص يقدر يتوكل. نحن شي خلصنا. أنا شايف بعض الأسئلة أخت ميرا، ممكن يعني ما أعرف إذا جاب عليها. أنا شايف بعض الأسئلة على الشات يعني ممكن نجاوب عليها. تمام، تفضل دكتور. يعني مثلا هنا زيت الزيتون احسن او زيت جوز الهند خصوصا في الطبخ؟ طبعا يعني لا شك انه زيت الزيتون بلا منازع هو ملك الزيوت، وهذا يعني مثبت ومكتوب في الموسوعه الغذائيه الانسايكلوبيديا اوف فود، يسمى الكينج اوف اويلز. لا شك انه زيت الزيتون هو افضل انواع الزيوت على الاطلاق، ولعل هذا ايضا يتناسب مع يتفق مع قول الله عز وجل في وصفه بالبركه، فمن معاني البركه العلو والاستعلاء والأفضلية على الغير. زيت الزيتون هو الأفضل من بقية أنواع الزيوت ومنها أيضا جوز الهند. ولكن هنا في موضوع الطبخ، الطبخ يعني لازم أيضا نحدد مفهوم الطبخ. فهناك مثلا الطبخ الرطب اللي هو معروف الطبخ العادي، وهناك القلي هو شكل من أشكال المعالجة الحرارية. يفضل استخدام زيت الزيتون في القلي البسيط اللي يسمى الشالو فراينج، القلي البيضة، قلي البندورة، الجبنة نابلسية، هاي أنواع من القلي البسيطة التي تحتاج إلى كمية قليلة من الزيت، تحتاج إلى فترة قليلة من الحرارة على الغاز أو على الموقد، وتحتاج إلى أيضا درجة حرارة نسبيا منخفضة بالمقارنة مع القلي العميق اللي هي زي قلي الفلافل أو البطاطس اللي بده كمية عالية من الزيت وبده فترة زمنية طويلة تمتد إلى ربع ساعة وأكثر، يحتاج إلى درجة حرارة أكثر قد تصل إلى 360 درجة مئوية. فعند الزيت، عند القلي السطحي يفضل استخدام زيت الزيتون على أي نوع زيت آخر. في الطبخ أيضا يفضل إضافة زيت الزيتون، ولكن يضاف في العادة في النهاية بعد الانتهاء من الطبخ حتى يحافظ على يعني المواد العطرية الموجودة في زيت الزيتون وعلى نكهة الزيت. فبشكل عام زيت الزيتون هو يعني الأفضل ولا يقارن بأي نوع آخر، خاصة مثلا زيت جوز الهند اللي معروف أنه غني بالدهون المشبعة، غني بالدهون المشبعة، مع أنه في مركبات نافعة وهي الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة medium chain triglycerides، إلا أنها هذه الأحماض النافعة نافعة لبعض الحالات المرضية وليست لعموم الناس. لعموم الناس الأصحاء زيت الزيتون هو الأفضل. الرمل هل يتحول في الكلى؟ الحصى طبعا اذا يعني اذا لم يعالج هذا يعني ما يسمى بالرمل، ويعني مع الوقت عامل الوقت هو عامل زمني كفيل بتراكم هذه الجزيئات الصغيره وتحولها الى جزيئات وكتل كبيره يصعب التعامل معها ويجعل من عمليه ازاله الحصى اصعب بكثير بالمقارنه مع الحصيات الصغيره. ذكرنا حصى الكلى لهم له علاقة بشرب الماء. نعم. وجود البروتين أو ما يسمى المايكرو ألبيومينوريا في البول هذا مؤشر سلبي جدا، وهذا في الغالب مرتبط بارتفاع ضغط الدم وأثره السلبي على كفاءة الكلى. فطبعا هو متعلق بالكلى وانخفاض كفاءة الترشيح في الكلية، لكن هذا في الغالب أيضا يرتبط كمضاعف من مضاعفات إما ارتفاع ضغط الدم أو من مضاعفات السكري اللي هو ذكرناه قبل شوية نيفروباثي. في الأخت آيات عادل عبيد أو آلاء، تفضلي. ASM تفضلي آلاء. دكتور معلش، زي قلي البطاطا الحين في القلاية نحط زيت زيتون يصلح؟
لا ذكرت في الزيت القلي العميق زي زيت زي القلي البطاطس حقيقة لا ينصح باستخدام زيت الزيتون لأكثر من سبب، أنه ذكرت القلي العميق يحتاج كمية كبيرة، يحتاج لوقت زمني طويل، يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة. زيت الزيتون هو أكثر أنواع الزيوت مقاومة للتأكسد، وهو أكثر أنواع الزيوت مقاومة للتأثير السلبي للمعالجة الحرارية، ولكن في المحصلة هو زيت، بمعنى أنه تعرض الحرارة الزائدة سوف يتلفه، وبالتالي هناك خسارة اقتصادية، خسارة اقتصادية لأننا سنخسر هذا الزيت من خلال تعريضه لحرارة عالية وحصول ما يسمى البوليمرايزيشن والتأكسد، وفي المحصلة سيتلف هذا الزيت المهم والذي يعتبر ثروة صحية. بالتالي حتى لا نخسر الزيت ونخسر القيمة الاقتصادية للزيت، وحتى نستفيد من كل كمية زيت الزيتون، لا ينصح حقيقة باستخدامه في القلي العميق، لا ينصح باستخدامه في القلي العميق مثل قلي البطاطا أو قلي الفلافل أو غيرها من أنواع القلي اللي نسميها قلي عميق، لا يكتفى بأنواع القلي السطحي فقط. تفضل. نعم. الأخ أحمد، ممكن تفتح المايك؟ يمكن ما يسمعنا. دكتور تفضل. شكرا، ربنا يجزيك خير يا رب. جميعا. سبب ال تنميل اطراف الاصابع والارجل ده بيبقى او مثلا او انسداد الشرايين في الرجل والايدي، ده سببه ايه؟ والله شوف، هذا سؤال طبي بحت، لا افضل طبعا عنه، لانه في تفاصيل وامور حقيقه من الخطا الاجابه عنها بدون معرفه بقيه التفاصيل المتعلقه بالحاله الصحيه، فانصح حقيقه بالرجوع للطبيب في هذا السؤال تحديدا، لانه في كثير تفاصيل لابد من ادراكها قبل الاجابه عنها. نعم، أعتذر عن الجواب. عادل، تقدرين تفتحين المايك إذا تسمعين؟ يمكن ما تسمعنا الأخ آيات. أعتقد أستاذ هذه الأسئلة اللي عندنا لين الحين. الأخت آلاء ما تسمع. نعم. الباقي الحضور اللي ما حل ورقة رابط التقييم والحضور يحل لو سمحتوا، عساس نقدر نتواصل وياكم للورشة الثانية، وهو مهم طبعا لاستلام الشهادات في نهاية البرنامج. إذا عندكم أي استفسارات ثانية تخص مشروع التخرج تقدرون تتواصلون ويانا على الإيميل اللي موجود في الشات، ونشكر حضوركم وتواصلكم وتفاعلكم. أستاذ، في وحدة بعد. تفضل. أميرة الحمادي، تفضل أميرة. تفضل. السلام عليكم أستاذة. السلام عليكم. أستاذة، أبعرف متى نقدر نقدم البرزنتيشن مال مشروع التخرج؟ بخصوص مشروع التخرج تواصلي معي على الإيميل اللي موجود في الشات. الحين أنا للدكتور تفضل. أعتقد شيء أستاذ نحن خلصنا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم، وشكرا على الاستضافة أخت ميرا، وربنا يوفقكم إن شاء الله في هذا البرنامج القيم حقيقة لثول النشأ والجيل في تحسين وعيهم الصحي والتغذوي. بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله دائما وأبدا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ مارك. حياكم الله، شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم. مع السلامة.